الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا شاء ربي
شيئا. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا مهدي. عاوزين نخلي بالنا من المقادير المدود، مقادير الغنات، أصول الرواية زي ما نبهك الدكتور كمال، أتحاجوني بدل أتحاجوني قرأتها الأول لحفص ثم نبهك الدكتور كمال على أصل الرواية فتح. ثم إنك يعني اقرأ على قدر ما يساعدك نفسك، لأن هناك النفس لم يساعدك في كثير من الأحيان فتقف ولم تحقق المد المطلوب. بارك الله فيك يا مهدي، وإن شاء الله ربنا يفتح عليك وينفع بك يا مهدي في القريب إن شاء الله أو في القادم إن شاء الله.